طبعا اكيد بكل تاكيد لازم الطاقه الايجابيه تنتقل عبر كل الوسائل. احنا ما بيننا وبين بعضنا لازم ننشر الطاقه الايجابيه. صح. احنا كنا في كل في المؤتمر كنا كل واحده بتدعم الثانيه، يعني زي صح. ما نانسي قالت كده ان احنا كنا جروب، كنا فريق واحد. كمان سياده الوزيره كانت معانا وده كان هايل جدا. دكتوره مايا مرسي اللي كانت بصراحه طبعا الدينامو أيوة. بتاع المؤتمر، لانها فعلا ابتسامتها ويعني فرحتها بينا كانت حاجه كبير قوي يعني. بالحقيقه كنا احنا كمان فخورين بيها، فهي دي الطاقه الايجابيه اللي احنا مطلوبه مننا. وعلى فكره ما كناش نعرف بعض قبل المؤتمر. احنا اول مره احنا اول مره كلكم بقيتوا اصحاب بقى بالضبط، يعني بقينا خلاص في عشره في الفه. اول مره احنا نشوف بعض، لكن الحقيقه هو ده، وهو ده مهم جدا بالنسبه لكلام حضرتك في الاول، ان الطاقه الايجابيه دي هامه جدا صح. جدا جدا لسبب، لان احنا لو احنا فضلنا نكسر في العزم من بعض صح. احنا هنشتكي، هنقعد نبكي حظنا، هنقعد نقول ما فيش شغل، ما فيش، مش هنوصل لحاجه، عمرنا ما هنوصل لحاجه. لكن ما تعودناش ازاي ان احنا نفكر، نرسم، نخطط للمستقبل، نقول انا معترض على ده لكن انا عندي حل ده، طب ليه فرصتي؟ المنافسه في حب الوطن من اسمى المعاني الموجوده في الحياه. المنافسه في ان انا انجح دي هايله، لكن ما حسيتش، لكن انا بكل تاكيد اكون حابه ان انا اكون عندي يعني بالضبط كده. يعني اتمنى ان احنا الشباب ده والشابات المصريات اللي انا بصراحه ببقى فخوره بيهم جدا لما بشوفه، يعني شوفهم انا هناك وبتباهى بيهم وبقول مصر عملت كذا، مصر دي مصريه ووصلت لان احنا بس احنا فقط نموذج، لكن في الاف بيشار وألاف عليكم احسن هناك مننا. بيشار اليكم ان انت مصريه طبعا. يعني عايزه اقول لحضرتك ان الحمد لله ليا الفخر ان انا اكون اول مصريه لم تكن تحصل على الجنسية الفرنسية وحصلت على مجلس الحي أو عدوية مجلس الحي. القرار ده جه من تعيين من المحافظ شخصيا لاندماجي في العمل الفرنسي أو العمل التطوعي، فحس إن في شخصية مؤثرة، فكون إن يكون في مصرية في مجالس الأحياء وأول سفيرة نوايا حسنة مصرية خارج مصر، خارج مصر بالضبط. يعني هو الحقيقة دي حاجة بالنسبة لي أنا فخر كبير، لسبب لأني أنا بتكلم عن مصر. ده محتاج مجهود كبير قوي دكتورة جهان، انت تبقي برضو لان انت اكيد في وسط من نماذج اصلا ناجحه بالظبط حضرتك. لا المنافسه رهيبه، المنافسه رهيبه، وانت بتحملي لواء بلدك. انت عندك عزه وفخر وعايزه تحافظي على الليفل، عايزه تحافظي على المستوى اللي انت وصلتي له، عايزه بالعكس تحسيني من نفسك، عشان بدل ما يكون في جزائريات كويسين جدا، في مغربيات كويسين جدا، لازم يكون في مصريه، لان ما ينفعش المصريه تكون خارج المنافسه طبعا. لازم تكون المصريه ثابته وجودها في اي مكان طبعا. وهو ده اللي بيخليني دايما سر ورا ان في تشجيع ناس كتير، في جنود كتير مجهوله من ورايا الحقيقه، يعني بيدعموني بيقولوا لي كملي بالعكس. والفرنسيين نفسهم كل ما بيلاقوا فيكي حب البلد وكل ما بيلاقوكي انت حاسه بمسؤوليتك، دكتوره جيهان وانت داخله حاسه ان فيكي طاقه الحمد لله رب العالمين. يعني انت الحمد مبتسمه كده وعايزه اقول حاسه ان انت ايه، يعني ما حد يشوفك كده يقول الدنيا بخير الحمد لله رب العالمين. عايزه اقول لحضرتك اني انا ببقى فخوره قوي لما بشوف رسائل جايله على الفيسبوك يقول لي، ومن هنا شابات مصريات في الجامعه يقول لي حياتك مثال، مثلا احنا بنستنوا الطاقه الجايه. طيب زي استاذه نانسي والله يلا بينا فهم بحس ان هم الحقيقه ده بيديني مسؤوليه اكبر في ان انا اكمل برغم كل العراقيل، برغم كل المحاربات، برغم حاجات كتير طبعا. لكن عندي هدف اسمى في ان انا بعمل ده عشان بحب بلدي، عشان عايزه اعمل انعكاس لصوره بلدي في الخارج، عشان يقولوا مصر الحمد لله بخير لاولادها. وانتم فعلا صور مشرفه لمصر في الخارج والداخل، وفعلا يعني نماذج فعلا لينا الحق ان احنا نراهن عليها. ويعني اتمنى فعلا يعني يكون يعني على يقين ان شاء الله ان احنا نحس بده.